السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي الكرام، أخوات فاضلات، معكم مصطفى صادق. قبل يومين شرحنا أساسيات النومة اللي هي النون أورثوغونال مالتيبل أكسس بناء على طلبات المتابعين. بعد أن شرحنا فيديوهين عن هذا الموضوع، في البداية شرحنا الأساسيات النظرية لهذا الموضوع، في الفيديو الثاني شرحنا يعني كيفية تطبيقها عمليا أيضا والمعادلات الرياضية الخاصة بذلك. وصلتنا عدة طلبات لشرح الكوادراتيك فيس شيفت كيينج الخاصه بالنومه او الكونستليشن دايجرام بصوره عامه. من اجل ذلك يعني ارتئينا انه نقوم بشرح هذا الفيديو بشكل مستقل لكي نشرح كيف يتم تطبيق النومه او كيفيه يعني بنائها من خلال الكونستليشن دايجرام. في البدايه احنا مثل ما ذكرنا بانه البيس ستيشن راح تقوم بارسال اشارات للمستخدمين، يعني مستخدمين اثنين على الاقل. تكون هذه الاشارات من نوع سوبر بوزيشن، يعني يتم جمعها سويه في داخل البيس ستيشن وبعد ذلك يتم ارسالها. طبعا كل واحد من هؤلاء المستخدمين ستكون له معلومات مستقله، يعني البيانات الخاصه به اذا كان في حاله اتصال، في حاله يعني طلب فيديو، يعني شيء صوتي، بيانات اي نوع من انواع البيانات راح تكون هذه اندبندنتلي شانل كودد، يعني يتم تشفير هذه البيانات بالاعتماد على الشانل الخاص بها، لانه مثل ما ذكرنا المستخدم القريب راح يكون الشانل الخاص به يختلف عن المستخدم البعيد. فهنا كل واحد منهم راح يتم تضمينه بشكل مستقل، بعد ذلك راح يتم جمعهم سوية بهذه الطريقة بحيث أنه تكون الإشارة X التي يتم إرسالها من قبل البيس ستيشن هي عبارة عن السميشن من 1 إلى K اللي هو عدد المستخدمين للسكوير روت اللي هو الجذر التربيعي للبي يو اللي هي الباور الخاصة بالمستخدم يو مضروبة في الأس يو، الأس يو اللي هي الإشارة المضمنة الخاصة بالمستخدم يو. فهنا هذا راح يكون هو مجموع الإشارة التي يتم إرسالها من قبل البيس ستيشن. هذه الإشارة طبعا مثل ما ذكرنا راح يستلمها كل المستخدمين، المستخدم الأول، الثاني، الثالث، الرابع، وبعد ذلك يقوم بعملية الـ Successive Interference Cancellation الـ SIC لكي يقومون باستخراج فقط البيانات أو الباور الخاصة بهم، وبعد ذلك يقومون بعملية الـ Subtraction أو إهمال أو حذف الباور الخاصة بالمستخدمين الآخرين. في منحني الـ Constellation Diagram كيف يتم تمثيل ذلك هذا الشيء؟ طبعا احنا شرحنا مثال عن هذا الموضوع في الفيديو الأول من هذه السلسلة، وطبعا اعتقد انه لم يكن واضحا بشكل كامل. الفكره انه الكونستليشن دايجرام ليس ثابتا بالنسبه للنوما، وانما لانه هي ما زالت تقنيه جديده هناك الكثير من المقترحات لكي يعني يتم من خلالها توزيع السيمبلز على الكونستليشن دايجرام. واحده من هذه الامثله هي انه ممكن انه يكون مثلا البي 1 اس 1 ممكن يتم وضعها بهذه الطريقه في هذا المكان، طبعا هذا الاي والكيو اللي هو الانفيز والكوادريتشر. الاي والكيو طبعا هذا ممكن انه يعني تكون هذه النقطه تمثل لك الماجنتيود والفيز الخاص بالاشاره الخاصه بالمستخدم الاول، بعد ذلك الاشاره الخاصه بالمستخدم الثاني ممكن تكون بهذا المكان اللي هو طبعا الامبليتيود راح يختلف والفيز راح يختلف. هنا هذا الخاص بالبي 2 هذا عندما نجمعهم سويه بالنسبه للمستخدم الاول والثاني والثالث والرابع او يعني مختلف المستخدمين، هنا طبعا ممكن انه نصل الى 4 مستخدمين بهذه الحاله. راح تصل يعني عندما نقوم بجمع الإشارة الأولى زائد الإشارة الثانية راح يكون عندك الكونستليشن دايجرام النهائي هو بهذا الشكل. راح تكون هذه خاصة بالإشارة الأولى بالمستخدم الأول طبعا، يعني هذه راح تكون المستخدم الثاني، الثالث، الرابع وهكذا، ونفس الشيء بالنسبة لبقية الأطوار. هذه تدل على أنه احنا نستطيع أنه نقوم بجمع 4 مستخدمين في مكان واحد، يعني البيس ستيشن تستطيع خدمة 4 مستخدمين في نفس الوقت. طبعا هذا الشيء يختلف إلى حد ما عن الكونستليشن دايجرام اللي كنا نتحدث عنه في السنجل يوزر، لانه سابقا كانت عندك هذا سيمبل 1 سيمبل 2 سيمبل 3 سيمبل 4 وطبعا 5 6 7 8 9 10 11 12 الى اخره 16 مستخدم او 16 سيمبل بهذا الكونستليشن دايجرام. هنا لا، ما راح تكون خاصه بالسيمبلز وانما راح تكون خاصه بالديفرنت يوزرز، بحيث انه راح يكون عندك ديفرنت ماجنتيود اند فيز فور ديفرنت يوزرز يتم جمعهم سويه بحيث ينتج عندنا الكونستليشن دايجرام النهائي. كل واحد من المستخدمين راح يستلم هذا الكونستليشن دايجرام، راح يقوم باخذ الاشارات الخاصه به فقط واهمال البقيه كلها. هذا هو الشيء الذي اردنا ان نتحدث عنه. طبعا هنا شو راح تصير عندك هذه العمليه الواي اوف كي، الاشاره التي يتم استلامها في الطرف الاخر من قبل كل واحد من المستخدمين، راح تقوم بتنفيذ مثل ما ذكرنا السكسيسيف انترفيرنس كانسليشن اللي هو يعني الغاء التداخل المتتابع. الاشاره المستلمه راح يستلمها المستخدم الاول، راح يقوم بعملية الديكودينج للاس 1 يعني فك تشفير الإشارة اللي هي اسمها اس 1 يأخذها طبعا هذا يعني طلعت عند الإشارة اس 1 راح يقوم ب يعني سبتراكت يعني ينقص التوتال من عندها، الباقي راح يدخله يعني يسوي فك تشفير الإشارة الثانية ثم ينقصها من الكلي ثم تفك تشفير الإشارة الثالثة وهكذا إلى أن تصل
إلى أن يصل إلى الإشارة الخاصة به هو هذا المستخدم، لكي لأنه هو يعرف أنه يعني من خلال الكودينج يعرف كل واحدة من هذه الإشارات أي واحدة من هي المعنونة إليه، فبالتالي راح يقوم بفك تشفير كل الإشارات الأخرى وإلغائها أو حذفها من الباور الكلية لكي يستطيع معرفة الإشارة الخاصة به هو أيضا. هذه هي الإشارة المستلمة مثل ما ذكرنا، هي عبارة عن الشانل مضروبا في الأكس زائدا النويز الأديتيف وايت جاوشن نويز. الشانل مثل ما ذكرنا هذا هو يعني راح يكون مختلف من لكل مستخدم. الإشارة المستلمة هي عبارة عن السميشن لكل الإشارات مثل ما ذكرنا، والدبليو كي هو أيضا النويز زائدا الانترسيال انترفيرنس، يعني النويز الطبيعي زائد التداخل بين الإشارات الناتج عن هذه العملية، عن وجود عدة إشارات في يعني في السوبر بوزيشن سيجنال القادمة من البيس ستيشن. هذا هو ما يخص. طبعا هنا ممكن حساب الريت أو الكاباسيتي اللي شرحناها أيضا في الفيديو الأول، وهنا طبعا بعض الأمثلة. هذا نوع من أنواع التعامل مع الكونستليشن دايجرام، ومثل ما ذكرنا هو ليس النوع الوحيد. النوع الآخر اللي هو يعني أيضا مثال آخر شفته أنا، وطبعا لأنه مثل ما ذكرنا موضوع بحثي كبير جدا، الكثير من الأمثلة الكثير من المقترحات ما زالت موجودة، لم يتم عملية الستاندردايزيشن لأي واحدة من أتهن لحد الآن، يعني كلهن صحيحات ممكن أنت تستخدم في بحثك أو في دراستك أي واحد من أتهن ويكون صحيح، لأنه ليس هناك واحد صح وواحد خطأ، كلهن صحيحات إن شاء الله حتى الآن حتى يتم عملية الستاندردايزيشن. الطريقة الثانية اللي هو أنه تعمل عملية سوبربوزيشن إنكودينج، مثلا في الكوادراتيك فيز شيفت كيينج كونستليشن عندك إذا كان اثنين يوزرز راح تقوم بوضع الـ user 2 is superimposed on top of user 1. يعني هنا تجي الكونستليشن دايجرام مالتك عندك الاكس 1 الاشاره الخاصه بالاكس 1 وصلت الى هذه النقطه، هذا هو الماجنيتيود والفيز الخاص بها. الاشاره الخاصه بالاكس 2 هذا الماجنيتيود والفيز الخاص بها، وراح تقوم بوضع الاشاره اكس 1 ثم من نهايتها تضع الاشاره اكس 2 نقطه النهايه، هذه راح تكون هي الاكس، هذه راح تكون هي السوبر بوزيشن سيجنال الاشاره التجميعيه التي يقوم بارسالها البيس ستيشن. بعد ذلك طبعا كل واحدة من الإشارات من المستخدمين الذين يستلمون الإشارة في الطرف الآخر استلموا الإشارة Y مثلا راح يقوم بالبداية بعملية Superposition أو Successive Interference Cancellation، يقوم يعني استخراج الإشارة الأولى ويعني إخراجها على جهة، ثم بعد ذلك يقوم باستخراج الإشارة الثانية، بحيث أنه Transmitted Constellation Point of User 1 is decoded first followed by decoding the Constellation Point of User 2. يعني نقوم باستخراج الإشارة الأولى ثم باستخراج الإشارة الثانية. كيف يتم استخراج الإشارة الأولى والثانية؟ مثل ما ذكرنا بعملية الديموديوليشن والديكودينج للإشارة معينة يعني باستخدام الباور الخاص بها، وأيضا بعملية السكسيسيف انترفيرنس كانسليشن اللي هي طبعا أيضا عملية معروفة لها معادلات خاصة ومعروفة يعني منذ مدة طويلة، نفس المعادلات المستخدمة بالأس آي سي هي راح يتم استخدامها هنا. بعد ذلك طبعا نستطيع إيجاد الريت الخاص بكل واحدة من هذه الإشارات، الريت للإشارة الأولى والريت للإشارة الثانية، فقط الاختلاف الوحيد بيناتهم هو الباور اللي تحدثنا عنه أيضا في المحاضرات السابقة. وهنا طبعا راح نلاحظ بانه راح نصل الى فد ريت هو قريب من الشانون كاباسيتي ريت يعني الى حد ما. هذا هو كل اللي يخص. طبعا ايضا مثل ما ذكرنا في المحاضرات السابقه انه البيس ستيشن راح يقوم بارسال اشاره معينه، الاشاره الاتش 2 والاتش 1 يعني الشانل الخاص بالمستخدم الاول الشانل الخاص بالمستخدم الثاني، طبعا الشانل الخاص بالمستخدم القريب راح يكون اكبر من الشانل الخاص بالمستخدم البعيد، وهكذا على هذا الاساس يتم حساب الريت الخاص بالمستخدم الاول والمستخدم الثاني. هذه كلها شرحناها في المحاضرات السابقه، فقط اللي حبيت انه يعني اوضحها بهذه المحاضره انه هناك عده طرق للتعامل مع الكونستليشن دايجرام، اما انه تكون عمليه سوبربوزيشن عاديه من هذا النوع او عمليه سوبربوزيشن بهذه الطريقه، انه يكون المستخدم الاول ينتهي ثم المستخدم الثاني نقوم بوضعه بعده يعني X1 ثم X2، وهذه النقطة X هي التي ستكون الإشارة المرسلة. هذا كل ما يخص الكونستليشن الخاص بالنوما، أتمنى أنه يكون واضح، ومثل ما ذكرنا كل المعادلات هي نفس المعادلات السابقة مع اختلاف طريقة التعامل مع الكونستليشن. وأيضا إن شاء الله راح يكون أسفل هذا الفيديو رابط لكود مأخوذ من الجيت هاب لكيفية تمثيل نظام النوما بشكل كامل بالماتلاب. أتمنى أنه يكون إن شاء الله مفيد وواضح للجميع. انتظرونا في فيديوهات قادمة. شكرا جزيلا ومع السلامة.